الخير عليكم. السلام عليكم. مرحبا كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك معنا سيدي محمد بن علي عند دار بغاو نوت. اليوم مدام وجدت لكم حيرة، بون هذه حيرة تاع وهرم. أي وجدتها لكم وإن شاء الله تنال إعجابكم. تذوقيها وتعجبك. أكيد أنا نذوقها أكيد تعجبني بصح شرا الأخوات يدونوها وي. إن شاء الله. بون في المقادير ما يخص تاع الحريره، بون عندنا الاخت تبغي دجاج ديالها وش المهم دجاج زائد بصله زائد قصبر كرافس زوج حبات طماطم زوج حبات بروديه فلفل اسود وست ملاعق تاع خميره خروجنها تاع طحينه ست مغارف شيشه كرويه سكنجبير حبه حلاوه زريعه بسباس ولحيه الشيخ كبابة كبابة كما يخص طريقة الاستعمال تحضير بون نجيبو شوية ديال الدعنة نحطوها في الإبرة نزيدو هذاك الدجاج نخلوه يتقلى يدير هذيك لاكوش البيضة الفوقانية نزيدو عليها البصل وبعدين تقلبي مليح مليح بعد ضيف القصبر تاعك والكرافس وديري الطماطم الاخت الطماطم حرحريها في الماء باش ما تصدرش لي طون المهم ومن بعد نزيدو الجزر وتخليهم يتقلاو مليح ومن بعد نزيدو لهم الطماطم المصبره ونضيفهم القصا الملح والفلفل والزعفران هيا ونربو بالمدافع من بعد كي طيب انتيا تكوني وجدي هذيك لافارون تاع وعام مغرفة تاع خميرة. أيا نديروها. مين طيب مليح وتشوفيها صايغ لا تدار في هذيك الزبوط أيا تطحني. تطحني من بعد عاودي ديري في الميكسر. ديك رطبة. الفارينة درناها قبل ما نطحنوا. إيه الفارينة نديروها قبل ما صح صح. ومن بعد عاودي ديري في الميكسر باش تجي رطبة. ايوا بعد كي تكوني هذيك الشيشه تاعك ديك المغارف تكوني ديجا مغليتهم في كاسرونه واحده يعني باش كي ترميهم تكوني مغليتهم ايوا ديري ثاني ديك الشيشه كي ديري الشيشه بون صاي هذوك رانا طاحين وكملنا ومن بعد مين تبغي تصفي ديري هذيك الحيه الشيخ وديري شويه قصبر وشويه كرافس صح ورمي معاها هذيك الحبه تاع الكبابه غير باش تعطيه بنه هذا ما كان هذه هي والله هذا في ريحتها راهي تهبل مازال ما ذقناهاش بصح من بعد باينه مليحه فوالا واش عندنا تصفي ما خاص المملحه عندي لي باركيت تاع بون في ما يخص المقادير تاع لاباط عندك زوج عبار تاع الماء ومغرفة صغيرة خميرة تاع الخباز نص مغرفة تاع نص كاس زيت قرصة ملح ونص كاس ماء دافي بون فيما يخص الحشوة الحشوة سي او شوا تبغي لا فيوند بلونش ولا تبغي لحم فيوند هاشي بون المهم نطيبوه كيما الحم تاع البوران الوالد وعندنا ثاني كاشير ولا باتي زيتون مقطع رقيق حبه بيضه باش نلمو نص ملعقه خميره تاع الكاطو الطريقه بون نخلطو المقادير كاع ونخلوها ترتاح كي تريح عجينه نكونوا موجدين هكا دي بول زعما باش كل اون بول ديريها في باركيت بعد ما تكوني دهنا دوك لي باركيت تاعك وجدتهم تشيلي هذيك تاع البول وتوضعيها في الباركيت تاعك بون صاي دوك رانا وجدنا العجينه تاعنا رانا وسيناها في العمليات دروك نجيبو الحشوه رانا درنا هذاك اللحم تاعنا مكفف دروك نجيبو البيض هنايا يا سيداتي البيض تاع نحتاج لو ميلونج اللي يكون عندك كاين كلها لا كونتيتي تاعها كاين اللي يطلب لها زوج حبات نحتاج لا كونتيتي اللي تكون عندك ايا وتبدي بلاك ديري الزيتون وما تنساش لو باتي باتي تبغي ديري غابي تبغي ديري اون دي مقطع فوالا ايا وتبدي بلاك كبيرة كبيره وديري يعني في الباركيت ديري مغرفه كبيره وغي شويه غي شويه بلجي معمره فوالا باسكو ما تنساش بلا كي دايره خميره تاع الكاطو باسكو راهي تطلع شويه تطلع فوالا ايا وتبغي كل باركيت مغرفه كبيره وشويه زيد شويه فوالا ايا ودخلي في الفرن تاعك كي يطيبو تخلي الشتي يبردو شويه باش تقلعو لي بول باسكو لو كان تقلعيهم كان تماك غادي تدقدق يعني تخليهم يتلهبوا شويه فوالا هادو ما تخص الممحن الممحن الممحن
دروك سيداتي عندنا طاجين بولي فارسي كاين لي بول فارسي وكاين لي بول بولي فيسلي المهم بون نجيبو ديك الدجاجة تاعنا بعد ما كلنا ديزوطينا وكاين الرمحة راكي مجدها شنديرو لها قبل هي نمسكوها بون نستنى نقول لكم المقادير شنفعلو بون عندنا دجاجة بدون عظام زائد لحم مفروم تاع تعجب زائد زيتون مقطع رقيق بون كاين لي سبع دواقق بون روز مغلي الروز مغلي ماشي بزاف على كيك التمغار ملح فلفل قطعة تاع البنة فوالا حبة بيض كنجبير كيغي تاع الدجاج و شامبينيون فوالا بون شامبينيون ماشي اوبليجي زعما تحب تستغنى عنه تستغنى عنه هذا زعما غير باش ديري في لاصوص تاعك اختيار لا ما عندكش ماشي ماشي فوالا بون الدجاجه تاعنا نكون نعود مالها يعني كي شغل تدهنيها بون تكوني دايره شويه ان غامكان ديري فيه شويه ماء زعتر فلفل ملح وسكندي تبدا تدخليها كيفك وتبدا كيما التتبيله فوالا هكا دوري كان هذيك الزجاجه تاعنا يعني من فوق ومن تحت دهنوها كامل نحطوها في البلاصه تاعنا نجيبوا هذاك الفرماج هذاك الفرماج نديروه كيف في هذيك الدجاجه كاع نضبطوا هكا بيدينا ندخلوه في الدجاجه نطلوها به نطلوها به ومن بعد نجيبوا هذاك اللحم تاعنا رانا دايرين فيه سكنجبير الفلفل الملح دايرين حاجه انا اللي ذكرتهم هيا ونديروا في بون الحل المفروم تاعنا رانا مدخلين مع الروزه ايه طايبين ايه رايحين طايب هيا ومن بعد صاير كي تبتسم هكا في الجازة الرولة هي بشوية نمرو هذيك الجازة باسكو تجي الجازة تجي شغل قطعة نلفوها الرولة هي بشوية أو ميم تو كي شغل راكي تبيض تقولي كل ما الرولة تزيدي كوش خطرة كل ما تزيري صبعينك وتوسي مليح مليح حتى نزيروها مليح كي تكملي تجيبي هذاك الريفيل تاعك الدورة هذاك الكوضة وتزيريها تزيروها ما تحبش في الفرن ايوا ومن بعد نحطوها في الفرن 180 درجة لكن تنسى سيداتي ديري البادكات وشوية زعما في السنيوة في السنيوة ما تكسريش بون ديك النهار تاع كي ديريهم يعني تدفقيهم فوق فوق الجاجة فوالا فوالا دروك لي شامبينيون تاع لي شامبينيون تاعك بعد ما كيمات درتي هذيك الاخرى توجدي هذيك لاصوص تاعك بون نقلي البصل والملح والفلفل ونزيد زوج كيسان ماء وهي وندير الشامبينيون تاعي واللي حابه تدي معاها الزيتون مون دير بون بعد ما تسيلا درتي الزيتون مون تكوني مغليته شويه باش ما تشدش المراره تاعها ما عندكش ماشي نسيبها اوبليجي وتر كي طيب نخرجوا ديك الدرجه تاعنا بعد ما تكون طابت بيان سور نحطوها مع هذيك لاصوص اللي حبت تدير فرماج غافي دير ما حبتش معليش بون هنايا ثاني الجزر حتى تبرد شويه تجد روحها عاد باش نقطعوها دي بوندير اي بيان سور بون حتى نديرو هذاك الفيل هذاك اللي ما تخافش منه ما غاديش اي بيان سور فوالا كي نديرو هذاك الفيل غير بشويه نقطعوها دي بوندير الخضري تاعك ما تديش بدايه تجي بس قاعد تهودي ديريكت مقاطع فوالا باش الجاجة تاعك ما تتفتتش ما تخليش باش تحافظي على الشكل اكيد اكيد هذه هي حتكون حتكون تزيدي مع اللوز هذه تجي شاب بزاف اكيد اكيد ريحتها راهي تهبل بلا ما تنعش تذوقيها وتعطيها راهي باينه الشاب باينه فيما يخص جبت لكم حاجه مع الصلاة لي سيكار مع السكين تاع لاتاي ان شاء الله بنصب بهم لاتاي بون في المقادير عندنا ثلاث عبار كاوكاو محمص تبغي كاوكاو تبغي وحده سكر يعني ثلاثه كاوكاو وحده سكر وحده سكر عادي سكر عادي واحد شويه لافاني وزوج خمار زوج مغارف دهان وترشي شويه مطهر هيا وقشور الليمون ما درناش خمار لا 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 هذا يحبلو قشور الليمون قد ما ديري الليمون قد ما يلاح ويقدروا تكوني مجدا الوراق قد تعديو تاعك تقطعيهم اون كات يعني كل فاي تقطنيها على راسها فوالا
كي الشغل راه كيديري كيما البوره زيد وليدي بوادي ان شاء الله هما يدوز صغار البوره يدور كاز. فهمتي؟ ايوا شوفي كل حبه يعني ديري مغرفه صغيره وشويه يعني لا كونتيتي اللي ديرها في السيجار مغرفه صغيره وشويه ونلفو يجوا دي سيجار صغار فوالا ونلفو مليح ونزيرو باش ما يتحلش المقدع ايه ونديرو نقلو في الزيت تاعنا اللي نعرفو جديد.